بامبو وتامبو. كان كل من بامبو وتامبو صديقين جيدين، فقد خطط هذه المرة أن يتسبب في ضرر كبير، فقد فكر في الجلوس داخل مقصورة محرك القطار، وكان القطار يقف على رصيف محطة السكك الحديدية، وكان هناك رجل كبير يمتلك شارباً ضخماً يقوم بفحص تذاكر الركاب، ولم يكن قائد القطار مرئياً. كان بامبو الجالس فوق الشجرة يرى أنه لا يوجد أحد بجانب مقصورة محرك القطار، فقام بامبو وتامبو بنزول الشجرة ببطء، وبدأ كل منهما في تسلق مقصورة محرك القطار، فهم يريدون التأكد من أنه لا يوجد أحد داخل المقصورة، كما أنهم وجدوا الباب مفتوحاً، فصعدوا الدرج ودخلوا مقصورة المحرك ذاتها. واو، كل شيء لامع جداً وملون. واو، هذا رائع، انظر هنا يا تامبو، يبدو كأنها ساق معدنية، دعنا ندفعها إلى أسفل. رآها بامبو وصرخ عقب أن وجدها تشبه الهيكل داخل القطار، ثم تفاجأ عندما بدأ القطار بالتحرك. يا إلهي، لقد بدأ القطار في التحرك. تامبو، انظر، لقد جعلت القطار يتحرك. كان بامبو متحمساً وسعيداً جداً، وبدأ الاثنان القفز داخل مقصورة المحرك، لكن عقب مرور بعض الوقت سمعوا بعض الضوضاء خارج القطار. لم يكن القطار قد امتلأ تماماً، ولم يغلق الرجل الضخم العجوز أبواب القطار، وقد بدأ القطار في التحرك بالفعل. وعندما رأى الرجل ذلك قام بالنداء على السائق: لماذا قمت بتحريك القطار؟ فهو غير ممتلئ تماماً، أوقفه، أوقفه! لكن لا يوجد سائق بداخله، فمن سيقوم بإيقافه؟ ثم فجأة رأى الرجل العجوز كلا القردين بامبو وتامبو يطل خارج القطار. يا إلهي، هذا يعني أن كلا القردين هم من حرك القطار. وبرؤية أرصفة محطة القطار أصبح بامبو وتامبو سعيدين جداً، وفي الوقت نفسه تأرجح تامبو عن طريق الإمساك بساق القطار الحديدي، ثم تفاجأ عندما وجد القطار قد بدأ السير بسرعة كبيرة جداً. الآن أصبح بامبو وتامبو خائفين حقاً، ثم أمسكا كل منهما الآخر بإحكام، فقد كانا خائفين حتى أنهما لم يحاولا القفز من القطار. لم يكن القطار يعمل بشكل أسرع على المسار. أترى ذلك بدأ كل من الرجل العجوز وسائق القطار وآباء أطفال آخرين في مطاردة القطار، وكانوا يصرخون: أوقف القطار! بدأ جميع الأطفال في مقصورة الركاب في القطار يبكون بصوت عال، وبدأت أمهات هؤلاء الأطفال يبكين على منصات محطة السكك الحديدية. يا الله، إنه وقت صعب جداً، فقد كان القطار يعمل بسرعة عالية جداً، لكن الآن لا يستطيع بامبو وتامبو حتى الوقوف بشكل صحيح. كان تامبو يرتجف تقريباً من المجهود الذي يبذله ليحقق توازناً لنفسه، وقام بلمس زر في مقصورة المحرك، ثم حدث شيء ما. هل تعلم ماذا؟ وصدر صوت خارج القطار، كان الصوت الناتج من نفخ البوق. وفي هذه اللحظة أصبح بامبو وتامبو خائفين جداً، حتى احتضن أحدهما الآخر بكل قوتهما وأغمض كلاهما عينيهما بقوة. يا الله، لا أحد يعلم ما قد يحدث بعد ذلك. ولا يزال كل من سائق القطار والرجل العجوز يطاردان القطار، وعندما اكتشف السائق أن القطار كان على وشك مغادرة المحطة، قفز داخل مقصورة المحرك عن طريق السيقان المعدني التي وضعت على أبواب حجرة المحرك. لم يدرك بامبو وتامبو حتى أن السائق قد قفز داخل حجرة المحرك، كما أن السائق لم يرى القردين في اللحظة الأولى، فقد كان أول ما قام به هو إيقاف القطار عن طريق تحريك الفرامل. وبمجرد توقف القطار تماماً استدار السائق إلى الخلف، ثم تفاجأ حيث إن كلا القردين لم يكن له أي وجود تماماً. أين القردان؟ وقد بدأ بالبحث عنهما، لكن بحلول تلك اللحظة لم يكن بامبو وتامبو هناك، فقد أحدث بالفعل فوضى ثم هرب من مكان الحادث، فقد كانا جالسين على شجرة بالقرب من رصيف المحطة ويصرخون. كانا يستمتعان بمشاهدة ما يحدث بالمحطة.